اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام، منور على طول. الله يخليك ويبارك فيك في برنامج كونسلت. بارك الله فيك. ان شاء الله بس نذكر المتصلين ان يعني الى جانب الاسم طبعا يبقى في السن والوزن والطول والشكوى، ولو كان مريض سكر حضرتك يقول الادويه اللي بياخدها، ويقول اخر تحليل سكر صايم وبعد اكل ساعتين، ولو كان في تراكم موجود، ولو في اي حاجه تانية يقول لنا عليه. اكيد طبعا دي بس مهم قوي، الوزن والسكر بقى له قد ايه، لو كان سكر او اي مرض تاني. الوزن، السن. بالظبط يا فندم. طيب ناخد اول اتصاله يا دكتور. اتفضل يا صاحبي. استاذ رجب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، نعمه وفضل. اتفضل يا استاذ. اكلم الدكتور والله. اتفضل معاك. اتفضل. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا حاج رجب، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا باشا. وسيادتك طيب، اهلا وسهلا. والله انا كنت اصبت بالسكر في 2018، وانت طيب الصحه والسلام. الاول الوزن، السن 56 سنه. السن؟ الوزن 80 كيلو، 75 كيلو. 56 سنه. والوزن 85. والوزن 80. 80. والطول قد ايه يا فندم؟ الطول 150 يا باشا. طيب يعني في زياده حوالي 20 كيلو. ايوه يا باشا. السكر سيادتك من سنه 2018. من شهر 2 2018. طيب السكر الصايم كام دلوقتي؟ دخلت على اثرها العنايه المركزه. الصايم دلوقتي 70 حضرتك. انا خدت انسولين لمده 8 اشهر وبطلت. اوكي. بطلته. اللي عندي الجهاز اللي انا بقيس بيه، بقيس مظبوط السكر مظبوط. نعم. يعني انت حاليا ما بتاخدش اي ادويه؟ لا، باخد في حاله الحاله النفسيه بس بيطلع السكر. لا يعني انت حضرتك بتحلل كل قد ايه في البيت تحليل السكر العادي؟ معدل في الاسبوع مرتين. شاطر حضرتك دلوقتي. الاسبوع مرتين. من غير ما بتكون زعلان او حاجه السكر بيطلع طبيعي، مظبوط؟ السكر طبيعي، لما يبقى الحاله النفسيه العلاج نفسه ما بيجيبش معانا نتيجه. اخر سنه الوزن ثابت ولا خسيت؟ لا خسيت. خسيت قد ايه؟ خسيت حوالي 7 كيلو. عامل رجيم ولا من غير رجيم؟ لا من غير رجيم يا دكتور. والسكر مظبوط؟ السكر مظبوط زي ما قلت لحضرتك في حدود الحاله النفسيه. العلاج لما بتبقى في حاله نفسيه العلاج ما بتجيبش معنى نتيجه. باخد جلوفاتك. يعني انت حضرتك دلوقتي ماشي على الجلوكوفاج؟ بس لما بنظبط ما باخدوش. طيب اتفضل. أيوة. اقفل اقفل وهرد على سيادتك. شكرا استاذ رجب. يعني هو دي الحاله الشائعه في بلادنا، اللي هي سكر يجي للمريض وبعد لا باخد اي علاج سواء انسولين او غير انسولين يبدا السكر يتظبط. هو هنا حضرتك بيتعامل مع السكر كارتفاع درجه الحراره. الحراره ارتفعت ياخد يعني زي الباراسيتامول او البرال او كده او اسبرين ولا حاجات تنزل الحراره. تمام. الحراره تروح يوقف الدواء، مع ان ده ممكن نقبله في حالات الطارئه زي حراره مرتفعه، زي مغص، زي مثلا ارتفاع بلاش حتى يعني الام معينه في مكان ما، خراج ناخد انتبيوتيك ويخف او دمل. لكن السكر دي من الامراض اللي هي اللي ممكن تسميها مستمره. ما ينفعش يوقف حتى لو السكر اتظبط. ليه؟ لان لما انت بتبدا تظبط السكر، الخلايا اللي كانت نايمه بتاعه الانسولين بدات تنشط. تمام. فهتفضل تشتغل بالقصور الذاتي يا حسام، يعني ممتاز. تشتغل لوحدها نشطه. تاني النشاط ده بعد شويه بيروح واقع والسكر يعلى قوي ما نعرفش نظبطه. هو الخساسان بتاعه ممكن يكون يعود. اولا مفيش دواء بينزل السكر حبايه بحبايه. في يعني انت خدت دواء سكر سواء انسولين او حبوب، فهنا هينزل السكر في الوقت ده، لكن له تاثير تراكمي، يعني ممكن توقف العلاج ويفضل تاثيره 3-4 شهور شغال. واخد بالك؟ وهو اما خس ال6-7 كيلو سواء خسهم
نتيجه الجلوكوفاج او من غيره، فدي كافيين ان هو برضو يحافظ على معدلات سكر معقوله في الدم. انا انصحه ان هو يمشي على الجلوكوفاج، هو وزنه 80 كيلو وطوله 150، يعني لو وزنه بقى 65 هيبقى كويس، 70 يبقى كويس، فيمشي على الجلوكوفاج 500 مللي جرام حبايه قبل الاكل، الغداء والعشاء يعني مرتين في الاسبوع، ويكمل على كده، وبعد شهرين تصل بينا تاني ان شاء الله. واهم حاجه ما يوقفوش الدواء. تمام ان شاء الله. طيب معانا ابو احمد وبعد كده ام محمد، ناخد ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل ابو احمد. سمعت انا عندي ثلاث اسئله. نعم. عايز ايه تاني؟ عندي ثلاث اسئله. ثلاث اسئله اتفضل. السؤال الاول، انا بيطلع لي قرح كده في فمي كده وايه في لساني، يعني اغلبيه الايام. قرح في لسانك، ده اول سؤال. في لساني والفكين من جوه. والفكين ماشي. والسؤال الثاني، انا عندي ابني 15 سنة بقاله تقريبا 3 شهور يعني فقد حاسة الشم. من 3 شهور. تقريبا من 3 شهور. وحاليا سنه كم سنة؟ 15 سنة. 15. أنت كلمتنا قبل كده؟ أيوة يا فندم. أيوة. طيب ما احنا قلنا لك لازم يروح لحد انف واذن وحنجره. تمام. طيب السؤال الثالث، وبالنسبه لل عندي المدام يعني عندها اليدين بتنمل وهي نايمه. عندها ايه؟ ايديها بتنمل برضه. انت قلت لنا وقلنا لك قلنا لك ده ممكن يكون اختناق في العصب مكان الساعه كده، ودي يا اما بنسلكها يا اما بندي حقن في المكان ده. وقلت لك حضرتك تاخد. طب اتفضل اقفل وانا حكيت. طيب بشكل. شكرا يا ابو احمد، خليك مع الدكتور. يعني هو بالنسبه لابنه اللي هو فقد حاسه الشم 13 سنه وبقى لها 3 شهور، ما اعتقدش دي كوفيد يعني، ما مش كورونا. تمام. لان الكورونا بتعود حاسه الشم وحاسه التذوق تاني. طب هنا ايه اللي ممكن يخلي حاسه الشم مش موجوده؟ في حسيس الشم دي موجوده في تجويف الانفين، ودي اعصاب حضرتك بتطلع من المخ وبتخش على طول على التجويف الانفي مباشره من المخ، بتبقى يعني ايه مش عصب تخين، اعصاب شعيريه يعني رفيعه جدا زي يعني شعره الراس كده. تمام. فالشعيرات دي بتنزل وتغذي تجويف الانف، فشرط انك تشم رائحه الطعام والعطور واي حاجه يعني، واخد بالك؟ هنا انا اخشى يكون في اي مشكله في الاعصاب دي، فهو لازم يروح الاول يعمل اختبارات، واخد بالك، للشم نفسه. في اختبارات. تمام. لو اتضح ان في نقص الشم يا اما لبعض المواد او لكل المواد، يعني بندي له حاجه يعني مثيره للشم، يعني حاجه زي الشطه مثلا. هل هيحسها ولا لا؟ وبعدين يبقى عطور، وبعدين اكل، زي اختبارات. اختبارات، الله يبارك فيك. تمام. فهنا هنبين هل موجوده. ده بالنسبه للشم. بالنسبه للقرح الفم دي بيبقى لها علاقه، الدم متكرره لها علاقه بالضغط العصبي، وهي عاده لما الضغط العصبي بيروح هي بتروح. هنا في ماده اسمها ساليفيكس. تمام. دي بتبقى موجوده فيها كده وفيها فرشه يمس كل يوم مرتين لمجرد ان هي البني دي مجرد ان هي الساليفيكس ده يمنع ان يحصل التهابات سنويه على القرحه. لكن دي بتكون عاده يا اما طقم اسنان وحش، يعني بتبقى تروماتيك يعني بين تخبيط اللثه وتخبيط الفم، يا اما ان هي ناحيه عصبيه، ودي بتحصل وقد تتزامن مع بعض قرح المعده او الام المعده مع بعضها يعني. تمام. الثالثه كان ايه يا فندم؟ زوجته في تنميل. اظن قلنا له قبل كده هو يعمل لنا فحص كهربي لاعصاب اليدين والذراعين، يعمله ويبعدنا. هو دايما يرعش يسال الاسئله وما يعملش حاجه ويرجع التست. اه. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. يقول لك يمكن يغير رايهم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد. معاك الدكتور يا ام محمد، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. انا اتصلت بحضرتك من اسبوعين، كنت باخد ايثيروكس للغده. كويس. حضرتك قلت لي النسبه بتاعته قليله، هي 25، قلت لي خليها 50 او 75. طيب.
انا امشي عليه لحد قد ايه؟ لا امشي عليه 3 شهور وبعدين كلمينا بعد 3 شهور. ايوه حبيبي ماشي يا دكتور. الف سلامة. شكرا شكرا ام محمد. الف سلامة. هي قضية ان مريض السكر يوقف العلاج. دي قضية مهمة جدا جدا والانتكاسة بتبقى عالية. هو عارف كده زي ما بيكون السكر بيعلى قوي سواء في الاطفال او في الكبار. تمام. اول ما يجي عادة بيجي بارتفاعات شاهقة. يعني يفاجئ يلاقي الصايم مثلا 280 270 واللي بعد الاكل 400. عالي. والاطفال عادة يعني وزنهم بيقل. اما الكبار مش لازم ان وزنه يقل. لكن الطفل عادة وزنه بيقل. طب الطفل لو وزنه ما قلش يبقى انا هنا اعرف ان جاله سكر من بتاع الكبار. لا كلمة دي كلمة من ذهب. سكر من بتاع الكبار. طب هتفرق في ايه يا حسام بقى ان سكر بتاع الكبار؟ ان انا مش همشيه على انسولين. همشيه على حبوب. يعني لما يجي سكر اطفال حتى لو سنه سنة. وعادة الطفل ده بيكون تخين على فكرة. تمام. وجاله سكر اللي هو ريقه ينشف ويشرب ميه كتير ويتبول كتير والكلام ده وما جالوش اسيتون وما خسش يبقى ده سكر من بتاع الكبار. هيفيدني. طيب. في ايه؟ انه هيخف على حبوب وليس انسولين. انسولين. خلي بالك ان 99% من الاطفال علاجهم انسولين. فنهار ما ناخد بالي من العلامة دي تساوي ذهب. ممتاز طبعا. لان انا كطبيب معالج هقول الولد ده ممكن يقع في الكاتيجوري او في النوع اللي احنا بنقول عليه النوع الثاني من السكر الاطفال وعلاجه هيكون زي علاج الناس الكبار في السن. ادام ما يبقى كبار في السن يبقى هيبقى علاجه حبوب حتى ممكن جلوكوفاش كمان واخد بالك بين السماء والارض. ثانيا هيمشي النمط المرضي بتاعه زي النمط المرضي بتاع الكبار. يعني مجرد ما جسمه يقل اودي له الحبوب هتلاقيه خف. تمام. وممكن اوقف له العلاج بعد كده. عكس سكر الاطفال اللي هو بياخد انسولين ومدى الحياه تقريبا. سكر الكبار. لا سكر الاطفال. بيبقى علاجه انسولين ومدى الحياه مدى تقريبا. تمام. طيب معانا اتصالين استاذ طلعت واستاذه منى. ناخد الاستاذ طلعت. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ولا حضرتك بقى عايز اسال الدكتور كده من 2014 انا عندي سكر. اتفضل. ومن 2014 جالي في رجلي مشت رجلي وصابعي تنميل. حتى خدت بالك حضرتك رحت لحضرتك الدوره الدمويه دكاتره كتير وكله قالوا لي الدم عندك ماشي ما فيش اي حاجه. مش عارف حضرتك رحت دكاتره عظام وكله ما فيش مش عارف له حل. فمش عارف اعمل ايه لغايه دلوقتي اروح لمين اروح فين انهي دكتور عشان يفكني. طيب يعني انت سنك كام سنه؟ انا يعني 70. وزنك كم كيلو؟ لا مش 90. 90. 90. طولك مثلا 160 ولا 170؟ في حوالي 160 كده. اوكي. السكر بقاله من سنة 2014 بقاله 6 سنين. لا هو من قبل كده خدت بالك فكنت باخد اول برشام دلوقتي باخد انسولين. طيب اما بقالك قد ايه على الانسولين حضرتك؟ بقالي حوالي 3 سنين 4 سنين كده. من 3 سنين كان وزنك قد ايه؟ من 3 سنين كان وزن من 3 سنين كان وزنك قد ايه؟ انا وزني كان بيجي مثلا ايه 80 75 لما بيعلى يبقى 90. برضو ما جاوبناش السؤال بصوره محدده. من قبل ان تاخذ الانسولين، قبل ما تاخد الانسولين كان وزنك كام؟ لا حضرتك كنت بخس جامد. ماشي كتر خيرك. خلاص طيب خلاص. 90 كيلو على طول 160 يعني انت عندك 20 25 كيلو زياده. يعني انت حضرتك مليان. ايوه. واخد بالك انت 160 ما قلت لي مش 165 حتى وطولك. ايوه. ووزن سيادتك 70 وزن قصدي طول سن سيادتك 70 كي 70 سنه. 70 سنه. طيب حضرتك كنت اما خدت الانسولين كده السكر الصايم وبعد الاكل بساعتين اتظبط؟ حضرتك ده ساعات بينزل السكر مش ساعات بينزل يبقى مثلا 30 40.
الصبحيه. طيب السؤال ايه يا فندم؟ السؤال حضرتك ان انا عايز حكايه مشط رجلي دوت، التنميل دوت، رحت دكاتره كتير او دوره دمويه يعني الدم كله ماشي عندك، عايز اعرف هتحلوا ايه يعني 40 14 وانا في التنميل دوت. حاضر، رجل واحده ولا رجلين؟ لا حضرتك اللي بدات في اليمين خدت بالك، وكانت الشمال حاجه بسيطه، وبعد كده دلوقتي بقى الاثنين زي بعضيهم. في حرقان وخدلان والم ولا بس تنميل فقط؟ تنميل حضرتك وصوابع بس، ساعات بيحصل فيه حرقان. بتقومك من النوم او تمنعك من النوم؟ لا 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 لا. طيب حضرتك هجاوب سيادتك من التلفزيون. بص شكرا استاذ طلعت. ناخد الاتصال الثاني ونجاوب الاثنين وبعدين. تمام عشان تمام. ما يعني استاذه منى السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله، اتفضلي يا استاذه منى. عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي معاكي. انا كان عندي بنت كده لها 10 ايام بتصح يعني متواصله كل فترات كده. جبت لها نوعين دواء. انت استاذه منى انت بتتكلمي على بنتك صح؟ من 10 ايام بالكحه. بتكلم على بنتي، وبرضه احنا دلوقتي انا وبنتي الثانيه اختها الكبيره برضه حاسين باعراض برضه. سنها كام سنه؟ السن قد ايه يا استاذه منى؟ بنتك سنها كام؟ بنتي؟ ايوه. بنتي عندها 12 سنه. 12 سنه. وانت سنك كام سنه؟ انا سني 43. وعندك بنت ثانيه نفس الحكايه صح؟ عندها 19 سنه. انتوا كلكم بالكحه مظبوط؟ لا لا احنا بنكح، هي اللي بتكح، بس احنا الوقت عندنا زفان وما بتشمش خالص. عندكم ايه؟ عندكم اسهال وما بتشموش؟ لا لا زكام 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 وما فيش حاسه. طيب في حراره عند حد منكم؟ لا لا لا. طب بنتك ال 12 سنه دي الكحه بتزيد؟ مش على طول، اوقات ممكن تزيد واوقات بتبقى مبطله. بقى لها كام يوم عندها الكحه؟ لا لا 10 ايام النهارده. وحضرتك انا جبت لها ايه؟ زيت سترودول مفيد حيوي و زيسرو ماكس و مفيتين و وجبت حاجه فيتامين سي اسمه ده. طب خلاص جبت. اوكي اوكي تمام. السؤال المهم، الكحه بتقل ولا زي ما هي ثابته؟ حضرتك هي كل فتره بتجيلها زاويه بالنسبه لها، هي ما اتغيرتش. يعني مثلا لو كانت بتكح كل ربع ساعة ثلاث أربع كحات خمسة موجودين زي ما هم. لكن مفيش كرشة نفس خالص. لا لا لا. طيب وأنتوا الحمد لله ما عندكوش حاجة من دي، وهي أوكي. طيب حاضر هجاوب سيادتك. هنجاوبها وبعدين نجاوب الأخ طبعًا. اللي قبلها كان اسمه إيه؟ الأستاذ طلعت. الأستاذ طلعت. 70 سنة. هي بالنسبة لها طبعا هي خايفة لتكون كورونا. والكورونا الحقيقه احنا بس يا جماعه عايزين نقول حاجه. ايه اللي بيهمنا في مريض الكورونا؟ السخونه. اهم حاجه هو نقص الاكسجين. واخد بال حضرتك؟ وفي اجهزه دلوقتي بتقيس الاكسجين في الصباع كده، اللي بنستعملها في الرعايه المركزه عادي يعني. تمام. واخد بالك؟ طبعا في قياسات اخرى، احنا بالنسبه لنا كاطباء بناخد عينه من الشريان سواء من هنا او من هنا او من الفخذ. ودي طبعا بناخدها كل ساعة ونحطها في الجهاز والكلام ده، لكن اللي هو هنا بيعتمد على يعني كمية الأكسجين الموجودة في الهيموجلوبين. وعيبها ان نقص الأكسجين ده ما الحيان ممكن ما يحسش بيه، حتى بنسميه هابي هايبوكسيا. يعني حتى هابي يعني ايه؟ يعني سعيد. سعيد. مع ان الهايبوكسيا نقص الأكسجين ده ليس بالسعادة اطلاقا. ومن هنا تيجي خطورة الكوفيد أو تيجي خطورة الكورونا. تمام. يعني الكورونا حضرتك أنت سيادتك دلوقتي أمتى الأكسجين بتاعك يقل؟ أما أنا أكتم نفسك. يعني يفضل يقل الأكسجين ويزيد ثاني أكسيد الكربون. تقريبا لو أنا كتبت نفسك لمدة دقيقة هينزل نسبة الأكسجين 50% أو 70%. يعني 100% احنا تركيز الاكسجين في دمنا 100 100 وبنعتبره 100%. ال 100 لو موجودين اللي هو 20 ام ال تقريبا بيبقى كده ما علينا. تمام. دول يمثلوا 100 الضغط النوعي للاكسجين جوه الدم. لو نزل اقل من 90 يبقى في خطوره جدا. طب لو نزل 80 خطوره اكتر، لانه بيعكس وظائف الرئتين
وهنا وظائف الرئتين الكورونا بتاخد الرئتين وبتاخد القلب وبتاخد الكليتين وبتاخد اماكن ثانيه لان بتعمل تسددات. من الاخر الاكسجين هنا مهم جدا ان احنا نقيسه وما نستناش الاعراض. تمام. لا نعتمد على الاعراض ومش بدي الناس هلع. هو الناس بتموت فجاه ليه بالكورونا؟ يعني تلاقي مثلا جاله النهارده كورونا بكره مات. الاكسجين بيخلص خالص. الاكسجين بيكون ناقص وهو مش دريان. طب ما بيحسش بوجع يا دكتور؟ لا ما هي دي الكارثه. وبعدين لما يمشي يعني انت مثلا واحد اكسجينه دلوقتي 75 او 80 تمام، اما هيمشي الاكسجين بتاعه هيبقى 50 و60 60 من 100 ده خطير. بقول لحضرتك المفروض هو يتعالج طبيعي. يعني لما يمشي بيبقى الاكسجين 60؟ لا، لان الرئه ما بتديلوش الاكسجين اللي عايزه. تمام. يعني انت سعادتك لما تمشي دلوقتي هو التنفس معدله كام في الدقيقه؟ حوالي من 12 ل 15 مره. بتستهلك قد ايه كميه هواء في كل زفير او شهيق؟ نص لتر. يبقى انت سيادتك في ال 15 16 مره 8 لتر. 8 لتر. ال 8 لتر دول فيهم 20% اكسجين بتاع الهواء. المفروض جسمك بيستفيد منهم. اكيد. طب اما بتجري ال 16 دول بيبقوا 30 مره. لان التنفس يوم بيبقى سريع. يوم يديك كميات اكسجين اعلى. والستة لتر او التمانية لتر اللي بناخدهم في الدقيقة دول بناخد لحد 100 لتر في الدقيقة مع الجري. يعني لعيب الكرة ده يعمل له 120-130 لتر في الدقيقة و150 لتر. دول بيعوضوا له احتياجات الاكسجين اللي موجودة واهمها للقلب والمخ. طبعا العضلات ده مكن عمال يحرق. اكيد. طب اما يكون الرئة مش شغالة كويس في حالات الكوفيد او في حالات الكوفيد او في حالات الكورونا، حتى لو زاد كمية النفس والهواء اللي داخل من 8 لتر في الدقيقة الى 20 لتر، الاكسجين بيلاقي المسالك بتاعته مقفولة جوه الهواء فما ياخدش. يبقى اذا يحصل ايه؟ مع المشي هيسهل استهلاك الاكسجين. اكيد. والاكسجين مثلا 85 هينزل ل 75. طب الواحد يموت ليه؟ لان هنا الحموضة بتاعت الدم هتزيد جدا وعضلة القلب هتلاقيها تبقى سفرنج، يعني تعاني دون ان يشعر. هذه البلوى تعاني عوزا شديدا من احتياجاتها من الاكسجين. فيحصل القلب هنا الكهرباء بتاعته تبدا تبوظ. ما هو الكهرباء دي ناتجه من تفاعل الاكسجين وحاجات اسمها والمواد النيوترينتس، يعني ايه المغذيات القلب. المهم هي فات فري فات اسيد. فالتفاعل ده هيبقى تفاعل غير طبيعي ينتج عنه شرارات كهربائية غير منتظمة. تمام. اللخبطة في ضربات القلب دي بتوقف القلب، واخد بالك؟ ولذلك تلاقيه مات بسرعة، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش. فإحنا نقول عايز تتعالج في البيت موافقين، مفيش كرشة نفس يبقى كويس. نفسك الكحة دلالة على إن في حاجة، مش لازم تكون كوفيد على فكرة، مش لازم تكون كورونا. تمام. الكحة مش لازم تكون كورونا، ما هو في بس احنا هنعتبر برد عادي. لا هنعتبر كله كورونا. تمام. واخد بالك؟ ال 10 ايام اللي هي بقالها 10 ايام دي علامة طيبة. لأن عادة الكورونا أسوأهم بتبقى أول أسبوع. أيام قليلة الأولانية. معنى ذلك إن الستورم أو العاصفة المناعية less likely to occur. تمام. أقل حدوثا أو أقل قابلية للحدوث. فأنا أجيب الجهاز اللي بيتركب على الصباع ده. اقيس الاكسجين بتاعي، واخد بال سيادتك؟ لو قدرت اخد اكسجين، بتكلم على البنت الصغيره وانا واخدها كمثال عشان اعرف الناس لكل الناس. اعرف الناس وحضرتك اخلي بالي من نسبه الاكسجين في الدم لان مش هستشعره. الامراض الاخرى اللي بتقلل الاكسجين في الدم يا استاذ حسام، اتفضل يا دكتور، بتخلي الانسان حاسس بالاختناق، ودي علامه طيبه. لان حد يقول لك انا نفسي نفسي نفسي، حتى لو الهواء بياخده صح، ده اللي بيجي له ربو شعبي، التهاب رئوي عادي، واخد بال حضرتك؟ مثلا ضيق في الشعب الهوائيه لاي سبب، واخد بال سيادتك؟ ميه على الرئتين، ده كله بيبقى عاوز اكسجين كتير. تمام. هنا هو العيان اللي بيطلب، لكن مع الكوفيد او مع اللي هو كورونا ما بيحسش بدي، تاخدش وقت، حاسش بدي، وهذه هي الكارثه. فمن هنا بالنسبه للبنت انا رايي انا، ف
طبعا ان هم والعيله يعزلوا نفسهم ويلبسوا كمامات لو اضطروا يخرجوا يجيبوا حاجه او يستحسن ما يخرجوش هم يجيبوا حاجه دي طبعا. واحد اتنين يتصلوا ب 105 او كده وياخدوا علاج الكامل بتاع الكورونا للكورونا. نيجي على الاستاذ طلعت. الاستاذ طلعت فكرني بقى عندنا ابو احمد لو ينتظر. الاستاذ طلعت هو كان 70 سنه ايوه وجاله سكر من وعنده تنميل في رجليه من 2014 وعنده تنميل في اليد تقريبا والسكر بينخفض ل 30 وكان بيخس ايام ما كان بياخد الحبوب اما خد الانسولين بدا يزيد شويه اخد الانسولين ده مش صح لانه زود لي الوزن والأسوأ منه لراجل عنده 70 سنه بيوطي له السكر الانسولين ما هو قال 40 الصايم قال 40 واخد بالك دي خطيره جدا اكيد هو مش خطيره في الوقت الحالي هي خطيره تراكميا مستقبلا كل ما السكر ينزل يا حسام فضل. بيموت شويه خلايا من المخ انت ونصيبك بقى هتيجي فين الخلايا دي لو جت في خلايا الذاكره هتلاقيه ما بيفتكرش خلصت ما يفتكرش حاجات اللي هي الجديده هو يفتكر من ايام هوجه عرابي واخد بالك لكن الصبح كان ايه ما يفتكرش حط مراته جابت له الفطار او جابت له الدواء احنا خدنا الدواء لا تفتكر هو يفتكر بس غريبه يا دكتور ليه يفتكر من زمان وما يفتكرش هو نقص الدم اللي رايح للمخ بيغذي الجديد القديم الذاكره القديمه اتطبعت ونامت جوه هقول لك حاجه الانسان جسمه ده بيتبدل كل 7 سنين يعني ايه يعني انت سيادتك لا شعرك ولا عينك ولا ايديك ولا جلدك ولا غيره مش دول اللي كانوا موجودين من 7 سنين غيروا اتغيروا بس احلال وتجديد بطيء حته بحته دي المكان دي لكن لو انا جبت الخلايا بتاعت حضرتك ورحت عامل عليها علامات وقلت الخلايا نمره 1 ونمره 20 ونمره لحد البلايين مرقمه هاجي بعد 7 سنين الاقي دول مش موجودين انا عاوز ارقم الجداد بقى وكل شويه بيموتوا وبيطلع غيرهم صح. فاللي مات خد الرقم القديم لو مثلا صبغينها صبغه خضراء تمام والجداد مثلا هيبقى صبغتهم حمراء هتلاقي انت كلك بقيت احمر بعد 7 سنين تمام ده يبقى كده طيب ما عدا خلايا الجهاز العصبي ما بيتغيرش قول ليه؟ لان ده الهارد ديسك ده اللي هو القرص المدمج اللي موجود جوه الكمبيوتر لو اتغير الكمبيوتر هيموت لا هيعرف ابوه ولا هيعرف امه سبحانه وتعالى تمام. الخليه العصبيه لا تموت ولا تتجدد ولو هي اتجددت بتجدد بخلايا غير طبيعيه لا تحمل ذاكره ولا تحمل وظيفه تمام. ومن هنا كان الخليه المخيه دي الاكسجين مهم والجلوكوز مهم فانخفاضات الجلوكوز في مرضى السكر ولا سيما في السن المتقدم اخطر من ارتفاعات السكر هتبص تلاقي الراجل ده يجيله باركنسونيزم يعني يبقى متشنج عضلاته ماشي مش قادر يفرد جسمه ما الذاكره مش موجوده 100% تمام بينادي ممكن ما يعرفش الناس ممكن ما يعرفش الوقت واخبار حضرتك الزهايمر بقى خلاص ممكن لما يجي يتكلم يقطع في الكلام يدخل الكلام في بعضه على حسب المراكز ده بعد عده سنين فلذلك احنا الناس اللي 70 سنه فما فوق بنحافظ على مستويات سكر اعلى يعني لو لسيادتك او ليا او لناس دون سن ال 50 او كده بنخلي الصايم 100 110 120 الفاطر 140 130 لا هنا في سن 70 سنه الصايم 120 130 الفاطر 140 150 160 ما فيش مشكله نخليه اعلى تمام على اساس تحسبا لو جه في لحظه من اللحظات السكر وطي يبقى في المستوى المقبول اللي هو نزل ل 100 110 ما نزلش لل 60 وال 70 فهو دلوقتي ايه علاجه؟ المفروض نشيل الانسولين ده ونعمل له احلال بحبوب ونقلل له هيبدا ازاي؟ يبدا يقلل الاكل ويقلل نسبه الانسولين لو بياخد 10 يبقوا 8 لو 100 يبقوا 80 يعني يقللوا بنسبه 20% الانسولين تمام. ويقلل الاكل ويكلمني بعد اسبوعين بالنسبه للرجلين ياخد حاجه اسمها تيجريتول حبايه 200 مللي جرام حبايه قبل الاكل وقبل العشاء كل يوم لمده تمام. شهر ويبقى يكلمنا ان شاء الله كلام من ذهب بارك الله فيك احنا معانا ابو احمد ولا طب نكمل
طيب ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. انا عندي والدتي بتاخد علاج ضغط والقلب وبيحصل لها شرقه كده يعني من على فترات كده، بس بقالها اسبوعين زايده معاها جامد. علاج الضغط غيرته قريب ولا ثابت؟ غيرته من كام يوم. هو السبب اسمه ايه؟ هي كانت بتاخد كونكور. لا علاج الكونكور عاده ما بيجيبش الشرقه، في دواء تاني ضغط بتاخده غيره؟ هي قاعده دواء تاني بس والله مش متذكر اسمه بالظبط يا دكتور. طيب روح لاي اقرب دكتور عندك خليه يغير لها دواء الضغط، هتلاقي الشرقه راحت ان شاء الله. تمام يا ابو احمد. طيب ناخد الاستاذ رضا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ رضا الدكتور معاك. انا من 10 ايام يا دكتور جالي دور برد كده وسناني ووجع في عظمي هنا، فاخدت علاج وتعب لي معدتي، فعايز حاجه للماء. طب البرد راح خلاص الحمد لله. البرد راح ما فيش سخونه ولا حاجه، بس معدتي اللي تعبتني مش عارف من العلاج بقى ولا منين. يعني في مل القيء مثلا؟ لا ما فيش مل، بس معدته حرقان في المعده كده وكلام في الماء. بقى لها كام يوم؟ بقى لها بعد ما خدت العلاج يجي باربع ايام على طول، البرد راح بس معدتي هي اللي تعبتني. اما بتنام على ظهرك بيبقى في الم في صدرك او في ورا العظمه بتاعت الصدر؟ لا يا دكتور. سنك كام سنه؟ 35. الالم بتاع المعده ده بيزيد وانت بتمشي على رجليك، تطلع سلم او بتعمل اي حاجه؟ لا الم المعده بيزيد اما انت بتطلع سلم او بتنزل من سلم. انا وزني تقيل برضه يا دكتور، لما بطلع سلم بهبط برضه. بيبقى في الم وانت طالع في المعده لما وانت طالع على السلم؟ يعني يا دكتور لو بالنسبه لمعدتي بس عشان تاخد بالك، انا لو جالي اي دور برد من فتره من 4 سنين كده، اي دور برد اي حاجه تجيلي بتقوم معدتي تعبان. اما بتحط طيب اما بتضغط على معدتك بايدك الالم بيجي؟ وتشيل ايدك الالم يروح ولا يزيد؟ لا بيروح، بس بحس دايما بألم في معدتي زي التهابات كده يا دكتور. طيب حاضر حاضر الف سلام. طيب نقدر تطلع فاصل؟ نجاوب على الاستاذ رضا بعد الفاصل يا دكتور. احسن. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل. كان مين اللي عليه الدور يا سيدي؟ متهيألي كنا بنرد على الاستاذ رضا. أيوة. وبعد كده معانا الاستاذه فاطمه. طب ناخد الاستاذه فاطمه وبعدين نجاوب على الاثنين ان شاء الله، عشان هتلاقيها موجوده ساعه من وقت تمام. فاطمه مع استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه فاطمه. انا من الدكتوره. اتفضلي معاك يا فندم. يعني انا بتوجعني وبتطقطق على طول يعني ايديا. معلش الصوت مش واضح شوية، لو يا ريت بس ايه تبعد عن التلفزيون كده وعشان الصوت يبقى واضح شوية. لا ايديا بيوجعوني كده وبتقطعوا على طول. الايه اللي بيوجع؟ ايديا. اليدين. يعني لما بترسها كده واثنين بتقطع ايديا. في ألم؟ ايوه في نقح في العظم كده. بقالك كام سنة على كده؟ 10 ايام. كم؟ 10 ايام. يعني ايه؟ يعني انت ما بتمسكي حاجه ايدك بتألمك؟ لا. امال اللي زي الالم بيجي امتى؟ ايديا بتقطع على طول كده، بتخافش كده بتقطع ايديا. قبل 10 ايام كنت 100 100، كنت طبيعيه تماما؟ ايوه. سنك كام سنه؟ 45. ايد واحده ولا الاثنين؟ يعني واحدة أكتر من واحدة، يعني اليمين أكتر. بتقومي من النوم الصبح تلاقي ايديكي مكلبشة ولا مفيش كلبشة فيهم؟ من عند الكوع. من عند الكوع؟ من عند الكوع. طيب في حاجة مزعلاك اليومين دول ولا حاجة؟ لا أنا خدت علاج بس العلاج وجع جنابي. خدت علاج وجع لها الجناب. كان علاج لإيه؟ مقويات. نقص كالسيوم والتهاب الاعصاب الدكتور قال لي. طيب
طب اتفضلي اقفلي هنجاوبك. شكرا، خليك مع الدكتور. هو يعني ساعات بيبقى الناس فاهمه ان هي يعني تاخد ادويه كتير من الفيتامينز والمينرالز اللي هي الكالسيوم والفوسفورس والحاجات دي والمغنيسيوم، ان دي ميزه. الكالسيوم والحاجات دي ممكن يبقى ليها اثار جانبيه سيئه، وقالت لك اجنابي وجعتني. اجنابي وجعتها لان ممكن كان هي عندها اوكزاليت كريستالز اللي بنسميها الاملاح بالفلاحي كده بالبلدي. طبعا لفظ خاطئ تماما. ويعني بيحصل يعني نوع تبلور او ترسب للبعض المينرالز اللي هي الاملاح الذائبه. يعني بتترسب. يعني هي حضرتك مثلا اوكزاليت دي المفروض ان هي بتبقى ذائبه لو كميتها صغيره. تمام. طب لو حطيت كالسيوم انت خدته زياده تعمل كالسيوم اوكزاليت، تبقى دي حضرتك كريستالز بنسميها احنا كريستالز. تمام. واخبار حضرتك عامله زي الشوك ويترسب. لا تعور الكلى بس تعورات طفيفه جدا، تدي الالام في الجنبين اللي هو الكليتين اللي هي قالت عليهم. تمام. هي تبطل الدواء اللي بتاخده ده خالص، وممكن تاخد فواره مغنيسيوم ستريت او سترات المغنيسيوم، فواره اكياس كده سيادتك مغنيسيوم ستريت بعد الاكل مرتين او ثلاث مرات اسبوع واحد هتبقى كويسه قوي قوي قوي، وتوقف شغل الفيتامينات عمال على بطاله. لا والكالسيوم اللي بياخدوه بتقول لك عندي نقص كالسيوم، نقص كالسيوم فين دي؟ اسيتو. وحتى لو اسيتو ممكن يبقى غلط. صح. يعني احنا حضرتك لازم نتوقع الحذر. في حد احنا كنا في ام احمد وبعد كده ام سامح، بس احنا دلوقتي عندنا حد ما جاوبناش عليه، خلي بالك. الرضا اللي هو ال 35 سنه. طب خد الاثنين دول عشان بس انا عارف رضا، خدهم. طيب. بس اكتبهم عشان افتكر. لا معاك يا دكتور. ام احمد سلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد. بقول لك يا دكتور انا عندي بلغم على طول معلق في زوري كده، يعني مش احيانا، يعني مره يبقى معلق ومره يبقى ايه كويس بزوري كويس، وعندي ضيق نفس كده، يعني ايه ما بيجيلي بيجيلي ضيق ادخل. وانا لسه عامله المراره بقالي 6 شهور شايلاها، وكان عندي برسونه من في المعده اتعالجت منها. طيب الـ 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 البلغم اللي موجود في الزور ده وحاسه ان في حرقان في الزور من جوه يروح وبيجي، بقاله قد ايه؟ ده ليه فتره بس ما فيش حرقان. لا. طيب البلغم اللي موجود لازق في الزور ده ساعات يروح ويجي، بقاله قد ايه؟ الفتره قد ايه؟ بتاع 4 شهور 5 شهور كده. ولا 7 شهور؟ يا مثلا تحت العمليه كده، يعني قبل العمليه كده. احنا بص يا حسام. اتفضل يا دكتور. احنا هنا بنسال زي وكيل النيابه. اكيد. يعني ازاي؟ انا ما اديتهاش ليدنج كويشن. يعني ايه ليدنج كويشن؟ يعني ما قلتلهاش من ساعه العمليه وهو كان موجود ممكن يختلط على الامر. صح. وتقولك لا انا بديها سؤال بمنتهى اللؤم اللي ممكن تشوفه. من امتى؟ قالت لك من فتره. وقبل. طب الفتره ايه؟ 5 شهور. طب مش 7؟ قالت لك 7، وهي نفسها بذكائها. تمام. قالت لك ده من ساعه العمليه. صح. طب ليه من ساعه العمليه؟ لان احنا لما بنيجي نبنج العيان بندخل انبوبه كده زي الخرطوم بتاع المريه اللي في الشارع. تمام. يعني ده الخرطوم طري. لكن بنعملها بنروح دخلها اللي هي اللي اسمها الانبوبه الحنجريه. دي اثناء التنفس ساعات بالاحبال الصوتيه بتخبط فيها لو العيان فاق بدري شويه او سابوه تخديره خفيف. تمام. فيعمل التهاب في منطقه اللارنكس اللي هي القصبة الهوائية والحنجرة. طب هنعمل ايه؟ هتاخد دواء اسمه باي سيلفون. تمام. او سيلفين، شراب معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم، وتشرب ساخن كتير، يعني واخد بالك شاي قهوة ينسون كراوية كركديه ساخن المهم. وتروح جايبة حاجة زي كده رباط ضغط تلفه على رقبتها لمدة 15 يوم. غير كده الالتهاب ده مزمن وماسك في الغضروف بتاع اللارنكس اللي دايما نكس ما اعرفش بالعربي بيتوه عني اللي هي الحنجره. الحنجره. تفضل هتفضل كده. هندي انت بيوتك هيرجع تاني. وشوف ايه ذكائها قريتها ازاي؟ قالت لك بقى ساعه العمليه. ما بسالش السؤال مباشر، ده انا بعلم الدكاتره ما اسالش المريض سؤال مباشر. تمام. لان لو سالته مباشر هيختلط عليه الامر. صح. احاول اطلع منه الاجابه بطريقه غير مباشره
وهو حتى لا يعي انه يجاوب على هذا. تمام. ان انا احط تاريخ مكان تاريخ من نهار ما زرت حماتك تقول لك اه يبقى حماتك هتطلع سمي في الاكل مثلا واخد بالك وهكذا بس ما اقولهاش من وقت زرت حماتك. انت رحت انت حماتك فين؟ تقول لك مثلا في بورسعيد. هو انت ما بتروحيش بورسعيد؟ تقول لك اه والله رحت. اخر مره امتى؟ تقول لك مثلا من سنه. وبعدين انت بالوجع اللي عندك ما اقولهاش بقى من امتى. صح. هو الوجع ده جاي لك امتى؟ بيزيد بيقل بيعمل. وبعدين اقول لها من امتى؟ انا حاطط في دماغي السنه. اكيد. فيوم تقول لي من سنه او من 10 شهور اروح رابطهم ببعض. صح. ده تشخيص ممتاز. شغالين يعني. بس ده ليه علاقه بالبلغم؟ هي كانت بتقول ان في بلغم تقريبا. هو اه اللي هي ال هنا الحنجرية اسمها ايه؟ الانبوبة الحنجرية دي ناشفة يا حسام. بندخلها الحنجرة دي لها حبلين صوت مش حبلين يعني هي مقفولة تقريبا تفتح وانت بتتكلم وتقفل كده مع النفس. تمام. تفتح مع الشهيق وبعدينه بيطلع الزفير وبعدين تروح قافلة. هي بتعمل على طول كده. فالمفروض اثناء التخدير وهي راكبة دي داخلة جوه هي واصلة لحد هنا من جوه. مش سهلة. المفروض ندي تخدير حلو. يعني ايه يبقى مريحين العيان. ساعات طبيب التخدير يخاف ينيمه قوي عشان يبقى ينيمه نص نومه. فيبقى الاحبال الصوتيه عماله تفتح وتقفل مع 16 مره زي ما اتفقنا في الدقيقه. صح. تخبط في ايه؟ الانبوبه. في الانبوبه. الانبوبه تقعد تحك جوه في قلب او يعملها انبوبه صغيره رفيعه شويه تقوم تلق جوه. تمام. واخد بال حضرتك؟ هي دي بقى بتعمل احتكاكات وتقوم تهيج العشاء الغشاء المخاطي المبطن فينزل للحنجره ويبدا الموضوع ده. هي كانت قالت حاجه تانية غير دي؟ لا ما هي كانت بتقول بس على البلغم ده مستمر بقى حاجة تانية؟ 4 شهور او حاجه زي كده. لا, لا. 7 شهور او 7 ساعة شهور. العمليه وهي اللي قالت 7 شهور. لا ده عالم تاني جوه يا دكتور. اه طبعا. طيب نلحق ناخد مسامح. ايه نلحق دي؟ انا ام مسامح. السلام عليكم. بتاخدني كده يعني؟ ايه الحاج؟ انا ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام مسامح. يا دكتور انا كنت كلمتك من حوالي شهر كده وقلت لك انا عندي السكر بقالي اكتر من 10 سنين وفي حرقان في ايديا ورجليا بيصحيني من النوم ووجع في صدري كده. وكتبت للرشامه قلت لي تاخديها قبل الاكل 3 مرات في اليوم وكتبت لي على قرص ان هو اخده كل يوم مره وكتبت لي على حاجه زي السلوفاس بس هي مش سلوفاس. ودورت على اللي هو اللي زي السلوفاز ده ما لقيتوش خالص. الوقت يا دكتور الالم في جسمي جامد قوي وحرقان برضه في ايديا ورجليا والمؤاخذه لحد ما بيطلع لحد وركي كده من فوق ويرجع تاني ينزل على رجلي على رجلي الاثنين. طيب انت كل رجليك اعملي لي فحص كهربي لاعصاب الساقين. فحص كهربي؟ لاعصاب الساقين. نيرف اسم. بصي الحلقه دي بتتعاد الساعه 1 بالليل. حضرتك المقطع ده سجليه وديه للراجل اللي هتعملي عنده التحليل اللي هقول لك عليه. مش تحليل ده اختبار. نيرف كوندكشن ستادي اوف بوث لور ليمز. شكرا. عشان ليه بقى؟ لان احنا هنا شكرا يا مسامح يعني دخلنا في موضوع ممكن يكون مش الاعصاب الطرفيه الناتجه عن السكر دي بقى مره جايه عاوزه كتير. في حد ما جاوبناش عليه بتاع المعده. المعده معدة. هو المعده دي ممكن بتبقى هو قدامنا قد ايه؟ قول لهم كده. اقول انا من عندي لا هم مش متابعيننا تلاقيهم نايمين جوه. دي بس دي يا دكتور. لا دي يبقى معلش هو دلوقتي بالنسبه للمعده هياخد هستاك 300 مللي جرام حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء لمده 5 ايام. ما خفش يبقى لنا كلام وفكرنا المره الجايه لان الموضوع ده عاوز اتكلم عليه 10 دقائق. احنا يا استاذ حسام من هنا ورايح بعد اذنك يعني. تمام اتفضل يا دكتور. احنا الدقيقه اللي انت عايزنا اقول كلام فيها كبسوله مش هناخد بس اتصالات. احنا لازم ندي معلومات. اكيد. لان في طلبه كتير ودكاتره من ولادنا طلبوني ان انا ادي معلومات ليهم هم. فهنبقى الحلقه تقريبا كل حاله هتيجي هتبقى مثال للمعلومات. ممتاز. يعني مش مجرد ادي دواء فقط لان اتضح ان ده يعني مش مفيد لعامه الناس ولا للاطباء اللي بيسمعونا. يعني مثلا يجي يقول معدتي بتاع الراجل المعده ده انا عاوز اتكلم عليها 10 دقائق لان ممكن. تمام. المعده دي تكون التهاب في جدار المعده ممكن تكون مراره ممكن تكون ضيق حضرتك او اختناق في مجرى مخرج المعده
ممكن جلطه في القلب او كسور في الشرايين التاجيه للقلب. يعني اذا الام المعده يتراوح من حاجه بسيطه جدا وهو التهاب في الجدار زي اللي بيجي لنا كلنا او بيجي للناس معظمها، وممكن في حاله ما 1% او 5% يكون ده ضيق في الشرايين التاجيه للقلب. ومن هنا أكيد. لو احنا فوتنا الحاله دي هيكون خطر. خطر مين ده؟ ممكن الوفاه. فمن هنا ما ناخد لا نستصعب الامور ولا نستسهل الامور ولا نسطح الطب ولا نعقد الطب، ويبقى قول الحق سبحانه وتعالى فمن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. دكتور محمد مش هنشبع من المعلومات القيمه دي، بارك الله فيك. وانا من اول الناس هبقى منتظر الحلقه الجايه علشان ابقى منتبه للمعلومات دي، وتسمح لي ان انا اختم عشان الحلقه. اتفضل احسن بيه. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر وغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.